مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أعلنت وكالة جي واي بي للترفيه مؤخرا أنه منذ ترسيمها في عام 2015 باعت فرقة توايس إلى الآن أكثر من 20 مليون ألبوم في كوريا واليابان، مع إجمالي 43 ألبوما لها بما في ذلك الألبومات الفردية والجماعية. وصلت توايس مؤخرا إلى رقم قياسي لمبيعاتها وهو 20,013,182 ألبوما. تنقسم الأرقام إلى 14,565,638 ألبوما تم بيعه في كوريا، و 5,447,544 ألبوما تم بيعه في اليابان. يعزز هذا الإنجاز الرائع مكانة توايس كواحدة من أكثر فرق فتيات الكيبوب تأثيرا على الإطلاق. بينما تحتفل فرقة توايس بالذكرى السنوية العاشر لتأسيسها كفرقة، فإنها تظل نشطة في العديد من المشاريع المختلفة، وسرعان ما صعد ألبوم عودتها الأخير With You إلى قمة قائمة بيلبورد 200 للألبومات. حاليا تستعد الفرقة للقيام بجولة في اليابان هذا الصيف في جولتها العالمية الخامسة Ready to Be، وتستعد نايون عضوة توايس أيضا لعودة منفردة في يونيو مع ألبومها المصغر نا. ستصدر فرقة توايس ألبوما كاملا بعنوان دايف في شهر يوليو من هذا العام. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامي دا.